هاي بنات، شي مرة سمعتوا انه فيكن تغطوا الهالات السوداء بواسطة الحمرة؟ انا اليوم رح فرجيكم كيف فيكن تحطوا الحمرة الاورانج تتغطوا الهالات السوداء. اذا حابين تعرفوا كيف، حضروا هيدا الفيديو. اول خطوة رح نعملها هو انه لازم نكون منظفين تحت عيوننا كتير منيح. من بعدها رح نجيب حمرة اورانج او احمر، يعني مثل ما انتم بتكون. مثلا انا جبت هيدا اللون من لوريال، بيجي شوي على سمو اورانج. ليه عم حط اللون الاورانج او يلي بيجي مايل على احمر؟ لانه عاده انتم بتعرفوا انه بالميك اب الالوان يلي بتجي على احمر هي بتغطي البقع السوداء يلي بتكون بالوجه، والهالات السوداء اكيد لونها غامق، فلازم نحط لها لون على اورانج تنقدر نغطيها. رح ناخذ البيوتي بلندر وندمج لون الاورانج. فينا كمان شوي نقطع فوق العين حتى نخفف كمان من التعب. من بعد ما تكون دمجته بحط الكونسيلر. رح اخد هذا الكونسيلر من لوريال، كونسيلر اسمه ترو ماتش، ورح حطه على شكل في. بهيدي الطريقة بكون غطيت الهالات وضويت هيدي المنطقة يلي بتكون هون. اكيد رح ادمجه بريشة سيفورا. هيدي الريشة رقم 47 وهي مخصصة للكونسيلر. شربوا دايما تكون الطريقة على شكل تطبيع حتى ما نروح اللون الاحمر يلي حطيناه قبل. كمان منمرق شوي فوق العين. رح ارجع ثبت الكونسيلر بواسطة هيدا اللون اللي بيجي شوي على بنانا من باليت شيد اند لايت. بهيدي الخطوات بنكون غطينا الهالات السوداء. اذا عندكم اي سؤال حول هيدا الموضوع او هيدي التكنيك اتركوا لي بخانه التعليقات. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناه دنيتي وتتواصلوا معي على فيسبوك، تويتر، انستغرام وسناب شات. بشوفكم بفيديو جديد. باي.